Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم، مسي عليكم بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وحلقة جديدة وساعة جديدة من دبل لايك، وهذا التواصل يجمعنا من الحين لغاية الساعة 7 عبر أثير الإذاعة الشبابية وبحرين FM، ولا شك نطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون البحرين. ومساك خميس يونس، مساء النور والسعادة والرضا، مساء الطاقة الإيجابية، مساء الهوى الزين، مساء التواريخ الزينة. عاد احنا قبل يومين واحد من الرابع يقول لي نايل، يقول لي وراء ما تكلمت 20 10 20 20، قلت يعني شو نتكلم شو نقول؟ اي يعني تاريخ حال التواريخ عادية. قال لا مميز. قلت يعني مميز، يعني كل يوم نشوفه مميز، يعني اذا الله اعطاك بعد حلو، اذا الله سبحانه وتعالى اعطاك روح، طاقتك الايجابيه اليوم عاليه. الحمد لله كل الحمد يوم لله. كل يوم الله يديم عليك ان شاء الله. فاذا الله سبحانه وتعالى اعطاك روح، شوف هذا اليوم مميز على كل واحد ومنظوره يعني في الحياه. على فكره حتى اليوم 22/10/2020 ايش فيه مميز؟ لان انا كل خميس اذا في تاريخ مميز افتح انستغرام. تم عقد شنو الكلمه، تم عقد القلب بالقلب، هاي الكلمه اللي يستخدمونها، يستخدمون هذه شنو قولوا لنا انتو. وعقد القلب القلب وعقد القلب القلب. وفاطمة تقول وانعقد القلب، وإذا انعقد مشكلة. عقد ممكن، بس إذا المعرس كاشخ بالبشت حاطها اللون، إذا تعقدت المسائل مشكلة. الحمد لله في خواتم حطون في البوست، الحمد لله الذي تمت بنعمته الصالحات، حلوين كاشخ المعرس ومكبر التاريخ. يدورون أدوار التاريخ، لأن بصعوبة الواحد ينقي له كذي تاريخ مميز، ولو أن المفروض المناسبة ترتبط بالتاريخ، فلأن مناسبة حلوة التاريخ حتى لو مو مميز لازم يصير مميز، لأن يصير ننبش على تاريخ مميز جاهز. اليوم الخميس يوم مميز صح؟ صح. والجو وايد حلو مميز صح، و22 تاريخ مميز وضيفنا مميز. اكيد ضيفنا اليوم مميز جدا، وخلنا نقول ان احنا اليوم الجميل في حوارنا راح يكون ان احنا طلعنا برا دائرة المألوف بين الفن والمسرح والدراما والرسم والفنانين والغناء. اليوم قالب مختلف بين الكتابة والقلم الحر والقراءة والمطالعة، راح نناقش محاور عديدة مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو. خلونا نسمع هذه المقدمة بعد ما نوصلكم تحية فريق العمل عشان نتعرف على ضيفنا. أكيد احنا معاكم من التقديم يونس العيد ونيل الروعي. تقبلوا تحيات فريق الإعداد الثلاثي الخطير، تحيات ياسمين مفيد، هيا الأنصاري، نور القاسمي، وتحية المبدعين من الإخراج فاطمة جنبر وحمد بوقيس. وأيضا أخيرا وليس آخرا تقبلوا تحيات المخرج التلفزيوني حسن السماهيجي في ضيافة دبل لايك. شخصية شبابية رافقت الصحف المحلية، وضعت بصمتها في أكثر من مقالات وملاحق منها الاقتصادية والرياضية. اتخذت من قلمها أداة القوة اللي ينطق بها لسانها بما تلاحظها عيونها. تصدرت كتاباتها أوائل الصحف نتيجة لقلمها الحر وكلماتها القوية ومقالاتها المؤثرة. حركت أصداء الرأي العام حولها بمواقفها الصادقة وحروفها المسطرة. ضيف حلقة اليوم الصحفي علي عبد الخالق. حي الله ميانا. يا هلا يا هلا يا هلا ويا مرحبا. وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الشاب والصحفي علي عبد الخالق، ومساك خير ونور وسرور، مساك ويكند حلو ان شاء الله تشوفه بعيون يونس هالويكند. شلونك يا علي؟ مقدمة طيبة، وايضا على هذه الاستضافة. يا هلا مرحبا فيك. الله يسعدك. حي الله من يانا. سفرت وين ورد؟ الله يحييك. شلونك؟ بخير، دامك بخير. من طول الغيبات؟ يا بالغنايم. احنا نقول من طول الغيبات يا بالاخبار الحصرية. ننطر خبر حصري احنا.
ننطرها اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شلون امورك اول شيء؟ الحمد لله بخير. الاهل طيبين كلهم ان شاء الله؟ كلهم طيبين، واوجه لهم التحيه ايضا. تابعونا ان شاء الله. ان شاء الله. حياهم الله مستمعي الاذاعه الشبابيه 98.4 بالانضمام الى اذاعه بحرين اف ام 93.3، وحياهم الله مشاهدينا الكرام في ضيافتنا اليوم في ضيافه دبل لايك علي عبد الخالق، ما بين الصحافه، ما بين الرياضه، ما بين الامور الشبابيه. السؤال اللي يتبادر الى الاذهان، اول شيء خلنا نذكر المعدل، خريج جامعه الاهليه. نعم. تخصص اعلام. نعم. 3.6 او 3.56 56 او 24 يعني ما شاء الله. اي الحمد لله. او 24 تخصص اعلام. اعلام علاقات عامه، ولكن في الصحيفه حاليا مجالك اقتصادي رياضي. اقتصادي رياضي، نتكلم اول شيء حق المجال الاقتصادي. نعم. دائما لغه الارقام لغه عجيبه مميزة، ولكن مجال الاقتصاد هو مجال تخصصي، ولا شك أنه مجال مهم. نعم. ما في أي صحيفة أتوقع في العالم إلا بعض الصحف المتخصصة ما تخلى من الاقتصاد، ولكن هل لغة الأرقام محببة لديك؟ أبدا. كلش بعيد عن الأرقام. يعني حتى من أيام المدرسة أنا شرت من الأرقام فرحت أدبي. أدبي. أوكي، يعني أنت في الصحيفة أساساً بين صفحة المال والاقتصاد وبين الرياضة، ولكن مثل إحنا ما سمعنا من هواياتك الرياضة، وحتى كنت قاعد تقول لنا يعني قبل شوي في إن الحين الجو تحسن فتقدر تمارس رياضاتك المفضلة وأنت مرتاح. إذن ما الفرق بين إن الصحفي يصب خلنا نقول اهتمامه ويكرس شغفه ومهنته في التحرير في أشياء هو أساساً يميل لها أو موهوب فيها مثل الرياضة بالنسبة لك؟ نعم. والمال والاقتصاد كونها بعيدة عنك تماماً، شو الفرق؟ المال والاقتصاد يعني أنا للأمانة حبيت الاقتصاد والأخبار الاقتصادية والمؤتمرات الاقتصادية بعد ما أنا صرت في ذي المجال. يعني حتى من قبل ما أنا أدش في الصحافة ما كان في بالي أن أنا راح أصير مثلا محرر في قسم الاقتصاد. فبعد ما دشيت وطبعا تشجيع من العديد من الزملاء حبيت الشغلة، حبيت الشيء، أن يعني المسألة مو بس مسألة أرقام، يعني أنت تنمي ثقافتك في العديد من النواحي والجوانب. بالنسبة حق الرياضة يعني هذه كانت هوايتي منذ الصغر، يعني أنا وأنا صغير يعني كنت ألعب في نادي، فاستمر معي ذي الشيء لأن دشيت الجامعة، وكنت أحب الإعلام والعلاقات العامة والصحافة والتلفزيون والتمثيل، فقررت أني أدرس إعلام يعني. والحمد لله يعني بتشجيع من الوالد والوالدة يعني ما قصروا وقالوا لي سوي اللي انت تحبه يعني واللي انت تبيه، ما اعترضوا على اي شيء. جميل جدا. وايضا اذكر حق المتابعين والمستمعين والمشاهدين ايضا ان ايضا لك تعاونات مع القناة الرياضية. نعم نعم، كنت معد ومراسل في القناة الرياضية. طبعا اوجه التحية ايضا للاستاذ حمود الجيب رئيس القناة، كنت معاهم من 2016 او 2017. نعم. في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد لكرة القدم الصلاة، كنت أقدم الرسالة الأسبوعية. نعم. والحمد لله يعني استمر ذا الشيء إلى يومنا ذي. حلو. بالنسبة للصحافة متى بديت تزاول هذه المهنة، في أي سنة؟ كنت أزاول الصحافة أنا في أيام الجامعة، كنا نكتب في مجلة الجامعة. بس رسميا اشتغلت مع أخبار الخليج في 2016. جميل. ويمكن يمكن علي أكثر سؤال يتبادر للأذهان لما إحنا نشوف شاب طموح قلمه يكتب حلو ويحرر في اهتماماته، ولكن في أخبار محلية خاصة بصحيفة موثوقة وموجودة في المملكة منذ الأزل. يعني لما نتكلم عن هذه المهنة فهي أكيد مهنة ليست بسهلة، ويقع على عاتقك مسؤولية كبيرة في تحرير الخبر، في نقله، في مصداقيته، في السبق والسرعة. شعورك تجاه هذه المسؤولية وكيف ممكن يأثر كل هذا على العمل؟ هو في البداية أنا كنت أتوتر وايد قبل كتابة أي خبر، لأن كنت أفكر في باكر لما ينزل الخبر في الجريدة الناس بتقراش راح يكون موقفهم، مو بس الناس يعني حتى الشخصية نفسها اللي المصدر اللي أنا أخذت من الخبر. يعني ممكن أنه بكرة يقرأ الجريدة يقول أنا ما قلت هالكلام مثلا. وايد تصير، وهذه من المواقف المحرجة اللي تصير يعني. فكنت متخوف من ذي الشيء يعني في البداية، لكن الحمد لله عقب ما مشيت يعني ما شاء الله الحين 4 سنوات
فأخذت على الوضع وأخذت على الأجواء يعني نفس ما يقولون، والحمد لله يعني تخطيت بعض العقبات إلى ما وصلت يعني ما أنا عليه اليوم الحمد لله. موثق لحظة أول خبر كتبته وصقته وحررته؟ عندي الجريدة أي عندي الجريدة في البيت أي. دائما الصحفيين يعني دائما حريصين على أول خبر كتبوه. وعلى فكرة أنا كنت أجمع جرايد وايد في البيت عندي أيام الأول، أي خبر كنت أكتبه إيه؟ كنت أخذ الجريدة أحطها عندي في البيت. حلو. ليه ما أشوفهم كانوا ينقصون شوي شوي يعني شو السالفة وين يروحون؟ عقب اكتشفت أن الوالدة تستخدمهم حق الطبخ وراحت الذكريات معناتها. بس لا احنا عندنا ارشيف في الجريدة صحيح. فممكن ارجع حق اي خبر عن طريق الارشيف حتى عن طريق جوجل يعني مجرد اكتب اكتب العنوان اللي ابي يطلع لي الخبر. بافتراض الحين ان الوالدة تسمعك نعم ايش بتقول لها عن قصة الجرايد؟ في قصة طريفة صارت مرة من المرات كنا قاعدين على الغداء وأشوف أمي يعني فجأة ماتت من الضحك. قلت لها شو هيك؟ تقول لي وأنا كنت أطبخ كنت حاطة الجريدة يعني تحت الـ اللي هو الشولة يعني عشان ما يتلعوز المكون. تقول لي شفت صورتك. فأنا مجرد ما شفت صورتك شلت الجريدة واحتفظت فيها خليت جريدة ثانية مكانها. فتصير يعني هذا ما حتى اسمي يعني ساعات تشوف اسمي على الجريدة نعم. يعني قلبها ما يطوح تشتغل على الجريدة. زين على هالسيرة جاهز الاتصال ناخذ هذا الاتصال وعلي نبيك تقول ألو، وإذا عرفت الصوت بعد قول لنا منو اللي معنا على الخط. يلا. عندك الاتصال أوكي. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبا يا هلا. شلونك أخ علي؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله تمام. طبعا أنا فخورة أن أشوف ولدي في التلفزيون. علش غيرتي صوتك؟ الله يحفظك إن شاء الله لي إن شاء الله يا رب يحفظك ويخليك. وهاي فخر لي. الله يسلمك. وما قصروا تلفزيون البحرين صراحة استضافوك وأنا مشكورة منهم وايد وايد. أنت كان لك دور كبير أن أنا أوصل إلى ما أنا وصلت عليه اليوم. الله يحفظك إن شاء الله أشوفك الله في أعلى المراكز يا رب. الله يسلمك. شكرا شكرا. نشكر والدتنا جميعا أم علي الأستاذة نور ويعطيك الصحة والعافية على تواجدك معنا حياك الله. طبعا أنا فخورة بولدي علي وأنا فخور فيك أيضا. ما شاء الله عليه من صغره كان حريص على الدراسة كان شاطر متوفق في الدراسة في الجامعة الحمد لله رفع راسي وأنا فخورة فيه أنه يخدم البحرين والله يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله دوم أشوفه في العالم. بركات رب العالمين وبركاتك وتشجيعك واهتمامك. الله يسلمك. الله يخلي لك اياه يا ام علي. احنا سعداء بظهورك معنا على الهواء. ما قصرتوا جزاكم الله الف خير. شكرا ما لك. ما قصرتوا حبايبي. يا هلا ومرحبا فيك يا ام علي. لمين حبيبتي. الله يخلي لك والدتك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. علي واحنا على هال يعني على هالمواقف الطريفه اللي ذكرتها قلنا لازم نسمع صوتها بما ان ذكرتها في الطبخ واستخدام الصحف اثناء الطبخ. اكيد احنا هذا الحوار خلنا ننوه متابعه بس ننوه ترى يعني احنا عندنا في البحرين وفي دول الخليج يعني مع الاحترام حق الصحيفه وما يكتب فيها وما ينشر فيها عاد تصير ساعات عادة عندنا كذي. لا الاصمات مو موجود. ثقافة يعني ثقافة خلينا نقول يعني أي. تقليدية. أيوة يعني. لا ما فيها شيء يعني اللي يسمعونا الصحفيين الحين يعني الله يعطيكم الصحة والعافية احنا مقدرين جهودكم والصحيفة وانتشارها وإلى بس احنا عندنا ساعات الوالدة ينقصها اصمات ولا أدنات شيء يامها صوبها تسحب يعني أمهاتنا. لا وعزائنا الوحيد على فكرة يونس إنهم يشوفون التاريخ. أيه؟ إذا شافوا التاريخ أنت عارف أنهم ما راح يأخذون للصحف القديمة اللي أساساً يعني الواحد ما راح يحتاجها في هذا الوقت. هذه على طاريها ذكرني علي بالسالفة هذه في واحد مسي عليه بالخير قال له ما بقول اسمه قال له أبو مبارك من هالمحارق ريال عود يحب الطبخ. عاد أنا يعني الأول هو عنده شذي نوع على البحر شذي قاعدة شذي عند البحر عند الرابع في محارق المهم أمر عليه يسوي مشبوس زين. فأقول له أبو مبارك الله يحفظ يعني أنا الرابع يكتبون كذا قلت له أبو مبارك الله يحفظك يعني ما يوت إلا الجريدة حطيتها اللي يقول شعرفك أنت قلت له ها قال سلمك الله أنا أكبر منك بـ40 سنة قلت صح قال وأنا أطبخ أقرأ
ايش مكتوب ويمي تو ان وان دوار له مخرج مبارك السك الله الخير يطبخ ويثقف في نفس الوقت يعني ما يقرا بس الله يعطيه الصحه مستمعينا الكرام أكيد إحنا متواصلين معاكم وهذا الحوار مكمل مع الصحفي الشاب البحريني اللي حقيقة إحنا نعتز وفخورين فيه وفي مواهبه علي عبد الخالق. شو السالفة؟ السالفة اليوم مع ضيف حلقة دبل لايك علي عبد الخالق. يا مرحبا وحياك الله منورنا. بنوركم الله يسلمكم. جاهز؟ إن شاء الله. إحنا مستمرين معاك في التحديات. هذا تحدي عجيب يعجبك. وهذا تحدي المفترض أنك صحفي يعني الارتجال موجود بلا. إحنا بس نحتاج سرعة البديهة عشان عندنا تايمر مدة دقيقة. راح أعطيك التابلت وعندك فيديو تشغله علي وتشوف هذا الفيديو ونبيك تعلق على الفيديو. هذا الفيديو مباراة لكريستيانو رونالدو. اوكي انا مالي بالرياضه ان شاء الله ان شاء الله الاسم صحيح من اليوفنتوس. اوكي صحيح. نبيك تشغل الفيديو وتعطينا تعليق بصوت رياضي يعني عندك تعليق. انت تعليق على يعني الفيديو علق على المباراه. اي هو هدف مثل ما قلت لك في هذا المقطع فاحنا نبي تعليق رياضي وعندنا تايمر فنستغل التايمر من بدايته لنهايته. علي انت تشجع يوفنتوس؟ نعم. واتوقع نمبر 1 حاليا في يوفنتوس من هو؟ أتوقع يعني كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. أنت استأنست يوم راح يوفنتوس ولا ما استأنست؟ بس الحين ذي الهدف يعني هدف رونالدو على اليوفي شلون أعلق عليه الحين؟ هذه السالفة وصلت. أنت الحين أنت لأنك شفت شوي صح؟ إيه لو مبين. تذكر المباراة هذه؟ شو ما أذكرها. أوكي تذكر المباراة. إيه الحين بيشتغل تايمر. متابعين الكرام علي عبد الخالق شجع يوفنتوس ولكن الحين بيطلع لنا إن شاء الله مهارة من مهاراته لأنه مبدع في مجال الرياضة والأخبار الرياضية وبننقل لكم بإذن الله تعالى تحيات المعلق علي عبد الخالق مع الانطلاقة. عندك دقيقة جاهز؟ يلا روح. هنا ركلة جزاء لفريق ريال مدريد بعد عرقلة مهدي بن عطية وهنا أيضا بعض المناوشات التي تحدث في أرضية الملعب. الحكم يشهر البطاقة يشهر البطاقة الحمراء على جيجي بوفون حارس اليوفي المخضرم. بطاقة حمراء على بوفون واليوفي الآن في مأزق. رونالدو كريستيانو رونالدو يتقدم. هدف هدف لريال مدريد. ثلاثة أهداف مقابل هدف لكن ما زال اليوفي متقدم ولكن النتيجة الإجمالية 4-3 لريال مدريد والريال هو المتأهل في الدقائق الأخيرة. يبين من صوتك أنك زعلان يعني إن رونالدو يعني برافو. وعلى فكرة برا الإعداد كان منظرهم أنا قاعد أشوفهم مش كثر كانوا مبهورين بالأداء. تحمسنا إحنا. أول مرة أعلق على فكرة. أول مرة. أول مرة. بس تنيبك زعلان. أكيد زعلان يعني هذه المباراة يعني كنت جدا متحمس لاخر لحظه ان اليوفي كان متقدم 3 أهداف وكان انه هو خلاص يعني كنا متاهلين. اي فركله الجزاء الاخيره اللي كانت طبعا مشكوك في امرها بين مهدي بن عطيه لاعب المغربي وفاسكيز لاعب ريال مدريد حبطتنا الصراحه. وبعد بعد طلع يعني بوفون حصل طرد يعني لو كان بوفون كان قلنا يمكن يصيد الكره فحصل طرد وكان دش الحارس الاحتياطي تشيزني حزتها وطلعوا اليوفي اخر شيء على اخر لحظه يعني. ممكن السؤال اللي دفعنا من خلال هذه الفقره وش السالفه؟ المعلقين يلتزمون
بين قوسين بالحياة المباراة يعني مفروض ها؟ لا أنا الحين بالعمدن سويت ولا هو صعب الموضوع صح يعني كل ترى على فكرة كل المعلقين عندهم ميول يعني صحيح ويشجعون فرق سواء كانت فرق عالمية أو محلية بس ما يبينونها على الهواء أكيد مجبرين على ذلك. في فويس علي جهزوا لنا يا فريق الإعداد وقالوا لي خلي علي يسمع الفويس ويتعرف على الصوت الموجود. إذن على ما يجهز هذا الفويس تبون ناخذ اتصال على ما يجهز الفويس. اوكي يلا نسمع الفويس. يلا العيب اللي ما احبه فيك يا علي موضوع الاصوار ترى غربلتنا يعني ما يصير نروح مكان في فيو وايد حلو مثلا على البحر او في فاستيفال معين او في مكان معين الاطلاله في وايد حلوه تتصور مليون الف صوره تعال صورني مني تعال صورني منك تكست ريدي وانا اصورك ترس تليفوني 100 صوره لك في النهايه ترشهم لك ها هذه شوي مو حلوه هذه هني احلى هني دقق فيهم واحده واحده وفي النهايه تختار ولا صوره في النهاية تحذفهم كامل تقولي ولا صورة عجبتني تدري شنو هني عصب بس نسوي نتحمل عشان العشر اللي بيننا بس طبعا فريق الاعداد مغيرين الصوت على فكره صوت عليه شويه افكت وفلتر بس ما شاء الله عليك عرفته نعرف خالد الطيب خالد صديقك اوجه له التحيه طبعا خالد هو أخ وعزيز قبل ما يكون زميل طبعا كان زميلي لما كان يشتغل في جريدة الوطن تعرفت عليه طبعا في مهنة وفي مجال الصحافة ويعني الحمد لله استمرت هذا الصداقة واستغليته كمصور واستغليه مصور محترف ما شاء الله عليه بس ولا صورة عدلة الحين المشكلة في مين المشكلة في خالد طريقة تصويره ولا المشكلة في علي ما شاء الله عليه هو لا هو نفسي يحب التصوير فاحنا لما نطلع ويا بعض اقول له خالد عطني كذي يعني فوز معين كني ما ادري اي فهو ياخذ لي الصوره ياخذ لي يمكن 70 صوره انا اللي بتعجبني واحده طبعا واحده من ال70 واحده واحيانا بعد لا ولا واحده ما يلام خالد ما يلام خالد خالد ما تلام صح كلش ما يلام تعال تعال وانا اقول له خلاص حلوه ما في صوره تعجبه شكس تليفوني شكس تصويري هذا هو يقول عنك مصور محترف مصور محترف كل ما أطلع معاه ولا صورة ينزلها من اللي أصوره إياها حرام عليك بعد صور الانستغرام نصها صورهم صوره هو حياك الله يا خالد الطيب هذه والله الشهر مبروكة عليكم وعلى مستمعينكم صراحة واليوم حلقة جدا متميزة بالأخ والصديق والزميل السابق علي شهرام وصراحة حلقة جدا متميزة كانت الحلقة اليوم بوجودكم جميعا يعني نورتنا يا خالد وأنا نور لكم خالد طبعا غالبا يعني المتصلين من أصدقاء وأهل الضيف الموجود عندنا في الاستديو يكونون عارفين كل المعلومات أنت اليوم كشفت لنا سر يعني معناته علي انتقائي في الصور علي مزاجي يعني وايد دقيق وايد دقيق يعني هالشيء ملاحظين يعني عادة تصورية مثلا يكون الشمس فيها غيمة نقول لا الشمس فيها غيمة خلنا صورة ثانية خل مثلا هل تيشيرت مثلا كذي فيه شيء صغير وما طلعي وايد مثلا دقيق لأنها يمكن حتى مهنتك كصحفي تحتاج الدقة والمصداقية فايش اتوقع اثر على شخصيته او على طبيعته الاجتماعية العادية لها بعد الدقة لها جوانبها الايجابية نقدر نقول نعم بالعكس أكيد. بالعكس يعني انا في الصحافة يعني ما اقول شيء يعني مو اقدر اودع علي كان من احد اللي تعلمت منهم في الصحافه بداياتي ما كنت يعني كنت توني داش على المجال ما قصر وايد تعلمت منه المصداقيه الدقه الشق والصحفي حبيبي ما خاف احنا غلبناه يعني صرنا احسن منه يعني. علمته الرمايه فرماني فلما اشتد ساعده رماني الله يجمعكم دائما يا خالد على الود والطيب والتقدير والمعروف احنا شاكرين لك على تواجدك معنا اليوم شكرا على هذه الاطلاله الجميله ويمكن إن إعدادنا مختلف يمكن قلت لي في الساعة الأولى أنه ما توقع كذي دائما وأبدا يأخذون صورة نمطية عن الصحفي يعني ترى هو إحنا شباب برنامجنا شباب نشوف الكادر موجود معك يعني قلت لك إحنا كلنا شباب يعني فترى الصحفي يضحك ويأخذ ويعطي ولو أن علي في مجال
المال والاقتصاد وشوية نوعا ما إن صح التعبير صحح لي يجوز لك يعني صحح لي شوي مجال جامد يعني نوعا ما صح مجال صح جامد نعم. ولكن اليوم الأخذ والعطاء في هذا المجال من خلال نقل الأخبار المتنوعة الاقتصادية المحلية أو حتى الخليجية والعربية ما تعني أن هذا الشخص يعني كل يوم يشيك البورصة وسعر الذهب ولا يشيك والله صار مثلا في على سبيل المثال في فرنسا ولا لا ما هذا ما يعني يعني لا اليوم عنده جانب معين ولكن اليوم شخصية علي مبينة عندنا على فكرة يعني فريق الإعداد مساعي كان يقول لي يقول ما كنا نتصور شخصية علي يضحك ويأخذ ويعطي عبالهم بالقلم والمسطرة لا لا يعني أكيد كل شخص لا لا جوانب أخرى لكن ما يمكن ما يبينها أثناء يعني شغله يعني نفس ما ذكرت أنت يمكن إحنا لما نحضر المؤتمرات الاقتصادية اللي تصير سواء في البحرين أو خارج البحرين نكون ملتزمين شوي أكثر يعني بالرسمية خصوصا حتى في اللبس يعني صح لكن خارج نطاق العمل لا كل شيء مختلف يعني. وهذا الانطباع يمكن أنتوا لأن داخل شغلكم دائما تكونون يمكن متسمين بالرسمية فالانطباع اللي يصير عند الأشخاص اللي يشوفونكم من بعيد خلينا نقول مو زملائكم في العمل يحسون أن الصحفي دائما تف ورسمي صح. لكن احنا اليوم كشفنا عن جانب شبابي وروح حلوة كذي جميلة عندنا بعد فويس بنفس الطريقة اللي سمعناها قبل شوي وإن شاء الله تقدر تتعرف على الصوت الثاني نسمع يلا. علي بصراحة ما في مثله علي خوش صبي لكن في عيب واحد صغير لو يعدله الأمور تصير تمام وياه واجد يتردد علي اليوم شنو العشاء أها بيتزا لا 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 برجر لا 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 بروح ناكل باستا علي ثبت على قرار ها ما أعرف خلاص أنت اختار فإي هذه الحالة وياه دائما تتكرر في نوعا ما تردد فالدنيا علي ما تسوى الدنيا بسيطة الأمور جدا سهلة ليش تتردد يا علي لا تتردد وواصل مسارك وانت انسان قادر لتحقيق ما تريد عرفت الصوت احمد النوح اكيد اتوقع شخص ثاني انا اتوقع نتاكد من الاتصال شايك يلا نقول الو طبعا اكيد بيعرفني تعرف ما تريد يعني اكيد بيعرفني في النهايه حبيبي احمد شلونك يعني انا بخير ويعني ما شاء الله عليكم لقاء متميز لقاء شباب يجمع بين الضيوف وهم المذيعين حبيبنا يونس نيله طبعا ما ننسى ياسمين فريق الاخراج وايضا الضيف عندكم اليوم يعني طاقه شبابيه متميزه وعلي ما شاء الله عليه يعني تربط بيني وبينه معرفه حتى قبل الصداقه يعني ما شاء الله عليه تعامل احترافي جدا في العمل وما عليكم الرسميات ترى هو بعيد عن الرسميات بس يمكن هاي اللي تشوفونه انتوا يعني من خلال العمل بس هو يعني اجتماعي جدا لكن شوي متردد شوي مو واجد حزه العشاء بس حزه العشاء بس اذا على العشاء بسيطه احمد يعني امور صغيره كذي اهم شيء ما يتردد بالاشياء الكبيره الأشياء الكبيرة والله في شيء كبير متردد فيه هو بس أنا ما أعرف يعني هل أنا مصرح أن أقوله ولا لا بس في شيء وأنا أقول له اقبل ولا تخاف روح أعتقد فهمت وش أقصد أنا فهمت بالنسبة لي أنا فهمت اليوم تاريخ كم أحمد والله تاريخ الحلوة 25/10 يقول لك تاريخ حلو قريب وايد قريب يعني هو لا لأنه جاهز الولد هو جاهز بس خلاه يقبل على الخطوة الشهر. ويعني أعتقد إنه هو خلاص يعني ما بقى شيء يبي يوهقني يا أحمد توتر هو توهق يبي يوهقني وياه لا والله بالعكس يعني أنا أشيد فيه دائما وهو ما شاء الله عليه طاقة شبابية متميزة ومثل ما قلت لكم تعاملي معه كان حتى قبل علاقتنا كأصدقاء يعني من أول ما تعرفنا كان تعاملنا في مجال المقالات الصحافة التعامل كان جدا احترافي ولما صرت صديقة صديق البحر خصوصا نعم. يعني أقدر أقول ترى شخصية جدا رائعة احنا اكيد يعني نشكر لك اتصالك يا احمد وياريت الوقت كان يسعفنا ان احنا ناخذك في تفاصيل اكثر وندردش معاك ان شاء الله بالليايات شكرا لك احمد آل نوح صديق لضيفنا علي عبد الخالق اكيد علي هذا الحوار مستمر وبنكمل اكثر واكثر في اسئله وتحديات يا ايها الله ثبت الموجه وخلكم معنا متابعين الكرام وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من بعد الفاصل انت واصل مع ضيف حلقه اليوم علي عبد الخالق هو
دبل لايك. يلا من يانا. الله يحييكم. يا هلا ومرحبا. الله يحييكم ويخليكم. يعني انا صراحه ما ادري، انا توني اسالكم انه اذا كنت يعني المقدمه وايد عجبتني للامانه، وواجب علي اني اشكركم على هاي الكلام الطيب. وايضا يعني انتم الاخت نيله والاخ يونس من الاصوات المميزه في الاذاعه، يعني الله يطول عمرك. شكرا لك يا علي. وعلى فكره هذا الصوت المميز اللي سمعته بالمقدمه صوت زميلتنا من الاعداد، هي الانصاري من اعداد الفريق نور القاسم ياسمين مفيد، والصوت صوت هي الانصاري. جاهز حق الجاي علي؟ يلا ان شاء الله. إن شاء الله. بس إحنا قبل نروح للفقرات الجاية عندنا اتصال. ما شاء الله الفريق مجهزين لك اتصالات وايد اليوم، وأحبابك وايد، الله يزيد ويبارك. ناخذ الاتصال نقول مساء الخير. مرحبا، مساء النور. يا مرحبتين، أهلا وسهلا. مرحبا، شلونك علي؟ الحمد لله تمام، شلونك؟ شو أخبارك؟ عرفني؟ الله يسلمك. والله للأسف لا. وي عشان انا الحين بمدح فيك اذا انت ما عرفتني. حاول شوي كذي تذكر. استاذ عهديه؟ لا بس اعرف رفيش لي. زهره. انا بقول ايوه استاذه زهره. زهره طاهر. صح، شو اخبارك علي؟ الحمد لله. ما خسرت كرت المدح. لا اسمحي لي شوي. شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. أنا صراحة اتصلت فيني ياسمين وقالت لي عندنا الأستاذ علي ضيف عندنا في الحلقة. نعم. وحابين أن أنت تقولين رأيك فيه على الهواء مباشرة، فقلت لي يمكن رأيي ما يعجب، قالت لي أقول اللي تبينه، إيش رأيك أقول؟ إيه قول، أنا أثق فيك. طبعا أنا أول مرة تعرفت على علي يمكن من 3 أو 4 سنين، مو متأكدة، بس 3 to 4 years، 3-4 سنوات، كان في مؤتمر صحفي، لأن أنا عندي شركة علاقات عامة فنسوي مؤتمرات صحفية. يعني هي التفت إلي وشفت شاب صغير، كنت أفكر إنه هو متدرب من المدرسة أو من الجامعة، بس بعدين في المؤتمر الصحفي الثاني شفت لا يسأل أسئلة يعني وايد قوية. يعني سألت عنه، قالوا لي هو صحفي في أخبار الخليج. لفت نظري إنه شلون هو ما شاء الله عليه يعني مؤدب جداً، يعرف يتكلم، يعرف يختار أسئلته. ولفترة طويلة صراحة ما كنت أعرف أنه هو بحريني، كنت أحس أنه من الدول العربية ويشتغل صحفي. نعم. أمانة بعدين صار عندي فضول أكثر أن أنا أتعرف على الشاب البحريني الصغير جدا، وهو في مهنة وايد اسمها مهنة المتاعب. يعني الحين وايد ناس يشردون من الإعلام ومن الصحافة صراحة، فلما شفت ان في واحد فعلا هو في هالمهنه لانها يحبها، وعنده يعني يشتغل لنص الليل يطرش لنا اسئله، ففعلا يعني استانست، حسيت ان فعلا عندنا شباب بحرينيين دائما كان عندنا وبيكون عندنا، بس في مهنه الاعلام يمكن في صحفيين معظمهم مخضرمين، بس ان جيل شاب صعب. فلما أشوف أن شباب وشابات في هالمهنة وايد أستانس، وفعلا الأخ علي حق جيله أنا أعتبره مميز جدا. عنده مهنة الصحافة حقيقية، يروح مو بس وراء الخبر، حتى إذا شاف أن في قضية تهم أشخاص أو مؤسسات وأهم شيء تهم الديرة يروح وراها حتى لو فيها مشاكل. يعني صار في موقف هو علي عارفة بس ما بقوله على التلفزيون، أنا خفت على علي لأنه راح وراء الموضوع وتكلم عنه بكل جرأة وبكل شفافية، فهاي الأمور فعلا يعني أستانس. وبعدين صرت أحس هو مثل أخوي الصغير، ما أدري إذا قلت حق علي من قبل ولا لا، أنا وايد تعلمت من علي أشياء. تكلمنا في مواضيع مختلفة، مواضيع اجتماعية، مواضيع دينية، مواضيع رياضية، مواضيع ثقافية. فعلا دائما لما اتكلم معه احس ان انا اتعلم منه اشياء جديده. الله يوفقك علي، وان شاء الله يعني continue this way، المثابره والاجتهاد، وفي نفس الوقت عايش حياته، هاي احلى شيء فيه بعد. هذه شهاده يعني اعتز وافخر فيها استاذه زهره، فعلا كلام من الصميم مثل ما يقولون، والله يوفقك. اللهم امين. واحنا اكيد نشكر لك اتصالك استاذه زهره. ويمكن استاذه زهره قالت يعني نقاط كثيره، يمكن امتيازات يتمتع فيها الصحفي،
احنا يمكن كنا محضرين سؤال من هذا النوع، وما الامتيازات اللي المفترض تكون موجوده عند الصحفي؟ استاذه زهراء اختصرت علينا الطريق، يمكن قالت شجاعتك وقلمك الحر اللي خليك دائما تسعى وراء المصداقيه وراء الخبر والمصدر نفسه. فشكرا لك استاذه زهراء على هذا الاتصال. شكرا للاستاذه زهراء سيده اعمال، يعطيك الصحه والعافيه. صبوا لك شاي الرابع صح؟ زين انا الكوب مميز بقى. الكوب مميز تن عليه صورتك. عليه صورتي انا اليوم الرابع اختاروا لي الصوره لان اليوم ضيفنا صحفي فاختاروا لي صوره سلام كان طلعت الحين هني عندي. يا سلام. وانت اقرا الجريده وانا اقرا. ايه هذه كانت في مطار الرياض اذا ما كانت الذاكره. فهم يسوون فريق الاعداد يسوون حركات ما شاء الله عليهم. وهذا اثبات للكلام اللي قلت انه ما زال في ناس تحب تتصفح الصحافه الورقيه. هذا يونس موجود صحيفه ورقيه. ايه بس كنا دبل لايك موجود. اي دبل لايك أي موجود اللوجو موجود دبل لايك عندك. اي اي موجود. كنا شايك حمر. شاي حمر أيه. كانت تبي تصب لي اخضر بس قلت لها حمر. انا والله يا بولي كرك مخرجنا حمر بق علي كرك يا الربع. عشان معلومات جديده حمد يسويه مش اقول لك. انا بعد يا ابو زعفران ذاك اليوم أيه؟ عندك ضيف سلم كرك تكلم حمر بق. شنو هالتسويق اليوم زعفران وكرك اندايركت وي اندايركت وي استاذ علي. اليوم كوبك مو مفقود كله واضح. منور اليوم منور. ايه الكوب ما نزل. عوضوك عوضوك الستار للحين ما أسدي للستارة. اي لأن فل الكوب عوضوك عن المرة الحمد اللي لله رب العالمين. اي والله. أنت مع الشاي الكرك ولا مع الحمر ولا مع الخضر ولا مع البلاك كوفي؟ الكرك والحمر. كرك والحمر. اي مو صوب الكوفي كلش 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 أبداً. غريبة أبداً. بعيد عن القهوة. بعيد عن القهوة. اوكي يعني أشرب مو ما أشرب بس إنه أفضل الشاي والكرك. احنا نبيك تروق مع الشاي لأن عندنا فقرة اسمها أونلاين بعد الفاصل راح نرجع لك. جاهز؟ يلا جاهز. جاهزين. هاي دبل لايك دبل لايك كمل ارحم دبل لايك. أونلاين رجعنا مع أونلاين. علي شنو تتوقع أونلاين شنو ممكن تكون؟ شيء على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا لكنها صح. من السوشيال ميديا عندك من حسابك الشخصي نقدر نقول. أوكي. من حسابك الموجود في الانستغرام احنا بننتقل من بوست لبوست ثاني ونطرح بعض الأسئلة. أوكي. اول بوست احنا بنتكلم عن ستوري لك لمقابلة مصورة مع سيدة محتاجة في دولة عربية. وضحت دور الصحافة تحت هذا البوست وكتبت دور الصحفي أكبر بكثير من أنه مجرد تطبيل وعلاقات عامة. الصحافة رسالة ووسيط بين الناس والمسؤولين حتى تلامس احتياجاتهم. إذن اليوم الرسالة اللي ممكن يوصلها الصحفي من خلال الخبر أو المعلومة، هل أني أوصل خبر أو حدث معين أو أنا قادر أوصل رسالة إنسانية؟ اليوم اختناي للمشكلة اللي صايرة ان الناس ماخذين فكرة ان الصحافة يعني شغلتها تطبيل بس او انها تنقل اخبار رسمية. اليوم الصحافة دورها اكبر يعني بكثير عن هذا الشيء. صح احنا ننقل الاخبار الرسمية لان نعتبر مصدر موثوق للاخبار الرسمية. في نفس الوقت احنا المفروض احنا نساعد المحتاجين، احنا نوصل صوت الشارع، نوصل صوت المواطنين. يعني شكاوي كثيرة احنا توصلنا وننشرها والحمد لله ان الوزارات في الدولة الجهات الرسمية اللي عندنا احنا في الدولة ما تقصر الحمد لله. التابع الصحف التابع الجريدة يمكن هني انا اختلف شوي مع بعض الناس في السوشيال ميديا اللي يقولون ان من يقرأ الجرائد اليوم. انت اليوم اذا تطرح قضية في الجريدة او سوري يعني انت اذا ما تطرح قضيه في الجريده صعب انها تنحل. اوكي في طرق ثانيه طبعا لكن الـ 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 القضايا اللي تطرح عبر الصحف توصل للجهات الرسميه بشكل اسرع والجهات الرسميه تتفاعل مع هذه القضايا. يعني احنا اذا مثلا ننزل شكوى مثلا على سبيل المثال عن التعليم، وزارة التربية والتعليم ما شاء الله عليها يعني من أكثر الوزارات تجاوبا مع الصحافة على طول في اليوم الثاني أو في نفس اليوم يطرشون لنا رد وإحنا نقوم طبعا بواجبنا وننشر هذا الرد. جميل جدا. يمكن أيضا من الكلمات الدارجة يعني يمكن
نتكلم بشكل عام في المجتمعات العربية أنه مجرد أخبار علاقات عامة. الصحيفة والجريدة ترى هي جسر، نعم، تربط ما بين الخبر والقصة وإلى آخره من الأشياء الموجودة في الصحف عندنا، أو خلنا نتكلم في مجال الإعلام بشكل عام، جسر ما بين الصحفي نفسه أو الصحيفة إلى المواطن وإلى الجهات. صحيح. فالناس تكسر الجسر هذه كلها، الناس تكسر الجسر وتي تحط أشياء من رأسها لا مكان لها ولا هي صحيحة أصلا يعني. صحيح. نعم أكيد. روح للبوست الثاني عندك يونس دام اليوفنتوس بالموضوع، خلي لك الرياضة. هذا البوست سلمك الله، كان حضورك لمباراة كأس السوبر في الرياض. نعم. يوفنتوس يلعبون، بس تنيبهم تنيبهم أفاضل. أنا على حظي يونس حضرت مبارتين ليوفنتوس والمبارتين خسروا الثنتين. أي يعني المباراة الثانية اللي كانت طبعا في الرياض كانت جدا مميزة بالنسبة لي، لأني أنا كنت أغطي بالمباراة. كانت مميزة وصعبة في نفس الوقت، لأني كنت لازم ألتزم بالحياة، لازم أكون حيادي. فحضرت المؤتمر الصحفي للفريقين، طبعا كان بين يوفنتوس ولاتسيو. حضرت المؤتمر الصحفي لفريق لاتسيو والمؤتمر الصحفي لفريق يوفنتوس، وكانت صراحة يعني من أفضل المباريات اللي حضرتها. لكن أنا ما أتكلم عن مستوى المباراة، لكن كشخصيا أنا يعني وايد استفدت من هذه من هاي الشيء، إني أنا غطيت يعني مباراة عالمية. نعم. وذي الشيء يعني حتى أفتخر أني أخليه في السيفي، يعني أن أنا غطيت مباراة السوبر الإيطالي. صحيح. صحيح. والدليل أنك تركت بوست لهذه المناسبة. صحيح. عندك في الانستغرام. أكيد الأسئلة مستمرة وهذا اللقاء مستمر مع الصحفي علي عبد الخالق. تواصلكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. نطلع فاصل ونرجع نكمل. دبل لايك قولوا والله قولوا قولوا يلا 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 تشانزين دبل لايك وي نو ذس هير از غانا بي فيري سبيشال يا مال يا مال دبل لايك دبل لايك دبل لايك. وضيف حلقة اليوم ضيف الخميس في برنامج دبل لايك الصحفي علي عبد الخالق. متواصلين معكم متابعين الكرام، متواصلين مع فقرات المتعددة، ولكن قبل ما نكمل معك في آخر جزء من برنامج دبل لايك نستقبل معك هذا الاتصال ونقول يا هلا ومرحبا ومساء الخير. ألو مرحبا. أهلين وسهلين. أولا أشكركم على الاستضافة وأشكر الضيف الرائع الأخ الوحيد المفضل علي. عرفتني رقية شلونك؟ تمام الحمد لله. شخبارك؟ الله يسلمك، عاش من سماع هالصوت حبيبي. عاشك أيامك، ما حبيت الليلة تخلص بدون لا أنتهز هالفرصة وأقولها قدام الناس والكل واللي يسمع واللي يشوف إن إحنا وايد فخورين فيك. الله يسلمك، أنت وايد رفع راسنا وإحنا وايد نحبك، وأنا بعد أحبكم أكثر. رقية يمكن احنا بحديثنا قبل شوي مع والدتك اكتشفنا ان هي تستخدم الاوراق خلينا نقول مالت الصحف في الطبخ. منك يا ترى شنو ممكن نكتشف؟ خلينا نرجع لي يعني طفوله علي او علي بالبيت، هل يعني ميول الصحفي ظاهر عندكم ام انه هو يعني شاب ببساطه موجود عندكم داخل البيت؟ لحظة، دام إن فتحت موضوع التعليق، أنا أكثر واحدة سمعت علي علق في البيت، عدد ذبحنا تعليقات، كانت تمر أيام يفك خوط التلفزيون وهو يشوف المباراة وهو يعلق. عشان كذي قبل شوي ضبط التعليق الرياضي. لا تعليقه أفضل من كذي بوايد، يمكن كان متوتر في التعليق، بس تعليقه في البيت أول مرة على الهواء. هذا أول تعليق على الهواء مباشرة من بعد البروفات اللي في البيت. رقية لأن الجول عليه يعني من كذي ما يبي يعلق على فريقه. معذور ما عليه. صح ممكن. نعم احنا شاكرين لك يا رقية تواصلك معانا ويعطيك الصحة والعافية. ان شاء الله بنيبك في حلقات جايه التعليق يكون اون اير، التلفزيون قدامك اني سلمك الله ونقصر على الصوت، خذ راحتك. عاد مشاطنا يوفنتوس مجدميني شويه عشان المعنويه عاليه. ضروري. عندنا فقره اسمها تيك ات اور ليف ات. اوكي. هي بالانجليزي
بس الإجابة بالعربي. ما قدمت معلومة جديدة صح؟ مبدع الكراكي، مبدع الكراكي، هذا كله من الكراكي. الكراكي اليوم ما شاء الله قهوة سوداء وبعدين كراكي. المفترض أنك مصحصح لين صح لبكرة إن شاء الله. أشوى الحمد لله. في تيكت أور ليفت على السريع بناخذ معاك عبارة أوكي. والإجابة لازم تكون في 15 ثانية، ما نبي إجابة مطولة لأن هي الفقرة تيكت أور ليفت. نقول لك عبارة معينة تقول تيكت تجاوب، ليفت ما تبي تجاوب، والإجابة إذا تأخذ العبارة تبي تجاوب عليها ما تتجاوز 15 ثانية. أوكي. جاهز؟ يلا إن شاء الله. يلا. Take it or leave it. ما عليك الموسيقى تخوف شوي بس الفقرة عادية. إذا حبيت تجاوب مثل ما قال لك يونس take it، إذا ما حبيت تجاوب leave it. روح لأول سؤال وخلنا نقول هذا السؤال يخلق جدل كبير في آخر 10 سنوات. الصحافة الورقية على وشك أن ينتهي عصرها. Take it. أبداً. الصحافة الورقية ما راح ينتهي عصرها الآن، لأنها ما زالت عنصر مهم في عملية نشر الأخبار. الصحافة الإلكترونية أجبرت الصحف الورقية إلى مراجعة نفسها. Take it or leave it. Take it. نفس ما قلت لك أخي يونس، الصحافة الإلكترونية مكملة للصحافة الورقية. اللي ينزل في الورقية ينزل في الإلكترونية لكن بشكل أسرع. نقول أن ثقافة المصداقية اليوم بالنسبة للصحف الورقية كانت أو إلكترونية موجودة على السوشيال ميديا تقاس بقدر المصداقية بالنسبة للمتابعين وأرقام المتابعين. تيكت. أرقام المتابعين أبداً ما كان مقياس، لكن الشخصية نفسها نعم. يعني أنا دائماً أفضل الشخصيات اللي لها في هذا المجال على أساس تكون أكثر مصداقية وأكثر موثوقية أيضاً. بعض الصحفيين بين قوسين يسعى من خلال قلمه إلى تشهير شخص معين على حساب الرسالة اللي مفروض يؤديها. Take it or leave it. Take it. وكثير من الصحفيين عندهم هذا التوجه علشان يطلعون اسمهم ويطلعون أهما طبعا في على الساحة، لكن هذا الشيء ما راح يستمر لأن في النهاية الصحفي راح يطيح. نعم، يقال أن هناك صحفي يعتبر ذئب بمكرة في الأخبار واستغلاله لتعاطف الناس. هل الصحفي الذئب اليوم موجود عندنا في الصحافة ويستغل تعاطف الرأي العام معه بطريقة ما في صياغة الخبر؟ تيكت. الصحفي الذئب يعني هو في النهاية هو يريد أن يعني يوصل رسالة، فسواء كانت عن طريق استعطاف الناس أو أنه هو يثير استفزازهم أيضا، في بعضهم يثيرون استفزاز الآخرين، هي في النهاية يريد أن يوصل فكرة ورسالة. أتوقع شيء طبيعي يعني. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. العادة علي أنت في 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 المجال، في مجال الصحافة دائما تسأل الناس. اليوم أنا اللي سألت. إحنا وصلنا معاك إلى الختام. بسرعة خلص الوقت. أي والله، خصوصا الساعة الثانية مرت علينا بالفقرات المتعددة. أيوة وبحضورك الجميل اللي عطى هذه الفقرات حضور مميز. الوقت حلو مش بسرعة معنا اليوم، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى. إن شاء الله كان ضيف خفيف عليكم وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. ضيف أضاف لنا الكثير بحضوره وتواجده. كلمة ختامية سلمك الله. أنا أحب أني أول شيء أشكركم وأشكر فريق العمل على هاي البرنامج الرائع، يعني من أكبر واحد إلى أصغر واحد. بس أحب أقول رسالة، يعني الصحافة الورقية صعب تنتهي، صعب أن إحنا نلغيها. الصحفيين أيضا دورهم كبير اليوم، ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، يعني هي مو بمجرد أن تعال اكتب الخبر وخلاص. احنا اليوم نواجه منافسة شديدة جدا من مواقع التواصل الاجتماعي، نعم من شخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن هي ما تعمل في مجال الصحافة لكن تقوم بنشر الأخبار بشكل مستمر وبشكل دوري، لكن في النهاية احنا كلنا نشتغل من أجل البحرين ومن أجل رفع سمعة مملكة البحرين في جميع المحافل. شكرا لك علي، واحنا أكيد في ختام هذا اللقاء نتمنى لك كل التوفيق في مجالك ونطلع
تطلع لك مستقبل باهر إن شاء الله بإذن الله لقلمك وفي مجال الصحافة تحديدا. وصلنا للختام، سلمك الله. سلمكم الله. استانسوا اليوم ويكند هلا هلا بالاحترازات والإجراءات والكمامات والمعقمات، طلعة واستانسوا يوم السبت بعد تفتح المحلات داخل 30 شخص، لكن نوصيكم في 10 ثواني الالتزام. إذا نحن ختاما ومن بعد الالتزام اللي نشدد عليه ونحط تحت ألف خط وخط، استمتعوا وإجازة سعيدة لكم جميعا. تحيانا من خلف المايك يونس العيد ونيلة رويعي. تقبلوا تحيات فريق الإعداد هي الأنصاري ياسمين مفيد نور القاسمي، المبدعين من الإخراج فاطمة جنبر وحمد بوغيس، وفاطمة دائما ما تبدع في الختام مع برنس الأحساس، وختاما يحييكم من الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي. نشوفكم على خير، في أمان الله، مع السلامة.